ورك اوت يلي شربته اوريدي صار لي شيء نص على انه هوني اسمه اتاك 2 من شركه بادي اتاك الالمانيه كمان في ميامي سبليمنت ستور. المهم لبين ما احضر البي سي اي تبعي رح احكي شوي عن يوم الظهر. اوكي فاذا اصدقائي بدي احكي شوي عن يوم الظهر. الظهر مثل ما بنعرف عضله كبيره، في عنا جزئين اساسيين من هالعضله، عنا الجزء الجانبي اللي هو اللات الجناح وعنا الجزء الخلفي الباك. فبتمرين اثناء فتره التنشيط اذا بتتذكروا هداك الفيديو بديت باللات، فاليوم رح ابدا بعضله الظهر. فرح اعمل فاليوم رح ابدا بالعكس، اليوم رح ابدا بعضله الظهر من ورا، بعدها رح اساوي الجناح اللات. تمرين اليوم رح يكون باسلوب اسمه فوليوم تريننج، الاسلوب المعتاد 3 4 جولات من هون 10 او 12 او حتى 15 تكرار بحسب الوزن. تمام، رح نتعلم ان شاء الله بالفيديوهات القادمه اساليب كثير للتمرين. في شيء اسمه تايم اندر تنشن، الفتره اللي بتكون الجوله فيها مثلا 40 او 50 ثانيه او 30 ثانيه بحسب الهدف، الدروب سيت، سوبر سيت، الجاينت سيت، في اساليب كثير للتمرين. بس حنبدا اليوم ان شاء الله بفتره الضخامه بالاسلوب اللي هو فوليوم تريننج اللي كلياتكم بتعرفوه، 3 ل 4 جولات من 8 او 10 حتى 15 تكرار. تمام، اوكي اصدقائي مثل ما حكيت في بداية الفيديو اليوم راح نركز على عضلة الظهر. فواحدة من الحركات الاساسية لعضلة الظهر هي اللي اسمها بنت اوفر رو اللي كنت عم بسخن فيها هلا وراح ابدا فيها اول تمرين ان شاء الله. راح ابدا اعمل 4 جولات من 8 ل 12 تكرار بحسب الوزن، لو اخر جولتين خفيت شوي الوزن راح اطلع ل 15 تكرار، هذا هو الرينج بحسب الوزن. بس لاحظوا طريقة التمرين لأنه بدي جيب البار شوي فوق البطن وتحت الصدر، ما بدي اطلع بالبار كتير وإلا بصير شغل أكتافي فقط، لازم يتم شوي فوق البطن وبس بهالطريقة. راح أبدأ من هون أسلوب من هالزاوية لهالمستوى تحت صدري وفوق البطن بشوي. هلا اثناء تمارين الظهر في شيء ممكن يساعدكم كثير هو هالربطات هدول، حطها هون تلاقيها باي محل معدات رياضيه سبلمنت او اي شيء، حطها هون وتستخدمها فوق البار. هلا بتشوف كيف حاستخدمها، لانه احيانا بس يكون تمرين الظهر بوزن عالي فاللي قبل ما يتعب ظهرك حيتعبوا القبضات اللي ماسك فيهم ايديك، حيتعبوا قبل ما يتعب ظهرك، فانت بتخلي الوزن بتفلت الوزن بتقطع الجوله لانه ايديك تعبوا مش لانه ظهرك وصل للماكسيموم بوتنشل تبعه. فلذلك استعمل هدول عشان ما تحس بالوجع يلي بالقبضه، تقدر تركز على الوزن اعلى وزن تقدر تلعب فيه الحركه بشكل صحيح. تمام، فاذا راح احطها بهالاسلوب مثل ما انكم شايفين، تلفها شوي. الحركة هاي اسمها تي بار، هذا مانو جهاز، هذا تقريبا موجود في كل نادي، فمثل ما وعدتكم راح اختار دائما حركات تلاقوها تقريبا بكل صالة او اجهزة تلاقوها بكل صالة، فما راح يكون من الصعب انك تلاقي بار. اوكي، هذا بار عادي، بار فاضي ما فيه شيء، بس بتحطه بزاوية النادي
وبزاوية البيت عندكم أو محل ما بدك تتمرن، وبالطرف الثاني بتحط الوزن يلي راح تتمرن فيه. هلا هالجريب تبع الظهر يلي بتتمرن فيها بالعادة بوكس بالظهر السحب الضيق بدك تستخدمه هون، بتحطها تحت حكيت راح احطها تحت البار وراح ارفع الوزن فيه، بدي اساوي من 10 ل 15 تكرار بهالاسلوب. راح ينزل وزن تحت صدري يا اصدقائي. هلا بدنا نعمل حركه كلياتنا بنعرفها اللي هي كور رون، تمام؟ في لها عده قبضات، في قبضه ضيقه في قبضه واسعه، تمام؟ لاني سويت التي بار ضيق قبل شوي مثل ما شفتوا، فهلا رح اعمل استعمل قبضه واسعه هون مشان اشغل الجزء الداخلي والخارجي من عضله الظهر. اوكي اصدقائي، هلا بدي ابدا اشتغل شوي على الجناح على اللاتس. بدي ابدا بالبول داون، حركه اسمها بول داون، بيسحب الوزن على مستوى الصدر. هلا بشكل عام الحركات اللي حركه افقيه بتشغل الظهر، الحركات العموديه من فوق لتحت بتشغل الجناح. فهلا رح ابدا باول حركه تشغل لي الجناح اللي هي بول داون. مثل ما شفتوا الحركة هيك، تقريبا كل الحركات لازم يكون جسمك ثابت أثناء تنفيذ الحركة، ما يكون همك ترفع أكبر وزن، يكون همك ترفع أكبر وزن أثناء تنفيذ الحركة بشكل صحيح. فالنزلة تكون under control، أنت متحكم فيها، الرجعة تكون under control، ما يكون يلا يلا بس بدي أخلص الوزن بسرعة وأحمل قد ما بقدر، ما بيهم الوزن، المهم شغل العضلة اللي عم تحاول تشتغل عليها. أصدقائي أحب أعرفكم أخي وصديقي فراس، كمان من بلدي في سوريا، جاب ما شاء الله في آخر بطولة شارك فيها مركز أول في أوليمبيا أمتشرز اللي صارت في الأردن، ما شاء الله من أحلى الأجسام من أحلى السيمتري اللي ممكن تشوفوها، فعلا 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 ما شاء الله عليه، سيمتري رائع. أنا ما شاء الله. أوكي أصدقائي، هلأ بدي أشغل آخر حركة لللات القبضة العكسية، كمان آخر حركة لعضلة اللاتس الجزء الجناح الجزء الجانبي الخارجي من الظهر. هون رح أعمل إن شاء الله 3 جولات من 10 إلى 12 تكرار. بدي
بتشكرك الله يجزيك خير. الحمد لله. كابتن أنيس بنوس فتح لنا صالته ما شاء الله الصالة توب، صالة أنيس بنوس في تيكم في الشيبة تاور من أفضل الصالات في دبي على الإطلاق. كل الفيديوهات ما شاء الله اللي عم تشوفوها مصورة بالصالة، فأقل شيء لك الله يجزيك خير يا كابتن. أصدقائي، الحركة الأخيرة اليوم حركة أسفل الظهر اللي بنسميها ديد ليفت أو الرفع الميت. رح ساوي 3 تكرارات، سوري 3 جولات من 10 إلى 12 تكرار. رح ساوي آخر جولة لأنه تعبت كتير، بروح أخذ بروتيني. شكرا على المتابعة، خلوا أسئلكم في الكومنتس وبالتوفيق.